انت بقى. لابد من التحرش المباشر. لك شو صاير؟ انا اسف، انا بعتذر ابو طمزه، كنت عم رودج العربايه، قامت فلتت من ايدي وراحت لعندك. لك شو يا ملعون يا شفيق، شو صاير خطر شي؟ شايف يا جار، الله فتح بوشنا على العريض وصرنا اصحاب عربايات بعد ما كنا ولا شي بنوب. لك شفيق هي الشغله يا موشة، تحت الشمس وتحت المطر، وهات تزبط وهات ما تزبط. شو غشيم؟ قال مو شغله، شايف هدول البيتنجانة؟ هدول قبل 10 دقائق كانوا تلة، شي 3-4 امتار، بدك تقول شي 5 شوالات باذنجان، بعشر دقائق بس ناديت صوتي، اسود وريان يا باذنجان، ريان واسود وحلو يا باذنجان، وكفتت لك هالعالم بالعشرات، اللي بده 5 كيلو، اللي بده 6 كيلو، اللي بده 10 كيلو، وانا شو ساوي؟ زين وحط بهالكياس من غير ميزان وبيع، زين وحط بهالكياس من غير ميزان وبيع، نفعت لك اياهم كلهم بدقيقتين بس، بعدين يا صاحبي لما خلصت كل شيء بعت حالي هدول، ليش؟ مشان تساوي لي اياهم غادة بابا غنوج ومتبل وقبضت. بعدين هي الشغله مو دواره، هي العربايه ما بتدور فيها، بتحطها بالسوق ثابته بمحلها وبتنادي لك صوتين بتقعد تتفرج بتنفع البضاعه كلها وبتقبض الغله وبتجي. شوف الغله، شوف شايفه؟ هي الغله. حسي على حيل هي كلها من الباذنجان. لك كلها من الباذنجان. قديش هاي العربيه؟ هي اجرة، اجرة ابو طمزة مو بيع. وانا كمان بدي استاجر لي وحدة. المشكلة مو بالعرباية، المشكلة بالرخصة ابو طمزة، الرخصة. هدي يبعد لك حلمة يا ابو. لعما ما فيها فرينات هي العربية. ابو طمزة هدي وركز معي يا ابو طمزة. ايوه حطه. المشكلة مثل ما قلت لك بالرخصة، لأنه بلا رخصة كلهم بيتمقطعوا فيك، المحافظة بتتمقطع فيك، وشرطة البلدية بتتمقطع فيك، ما في حدا ما بيتمقطع فيك، يعني تواخذني شرطي رايح بيصبر لك الخضرة وبيحط ايده عليا، شرطي جاي بيحط ايده على العرباية، شرطي رايح وجاي بيحط ايده على الميزان، واخر شيء كلهم بيحطوا ايدهم على وين يا حزرة؟ على وين؟ عليك. ايه ما فهمت، وين المشكلة هلا؟ ما فهمت؟ من اول المشهد لهلا وما كنت تفهم، المشكلة بالرخصة. دفعت 15,000 لحتى زبطتها. إذا الواحد بيطالع 2000 باليوم بدفع. لكان حبيبي أبو طمزة، من بكرة الصبح من شقشقة الطوق بتروح وبتقدم طلب، ماشي؟ شفيق، وهذا الموظف بياخد عينك كنت عينه؟ لا، الموظف ما بياخد عينه كنت عينه، أنا باخد عيني كنت عيني، لأنه هو القفل وأنا المفتاح تبعه. طيب هي صعبة سواقة العربية؟ لا ابنك مو صعبة، تعال علمك شلون؟ علمني. ايه هلا انت البضاعة وانا البياع، اطلعي يا بضاعة على العرباية اطلعي. وين بتطلعي؟ ايه ايه اقعد من قدام، انت بضاعة. ايوه مع الباذنجانات اقعد. حلو بتعرف شو؟ يا اسود يا ريان يا ابو طمزة، اسود وريان يا ابو طمزة. يا علينا كسرنا الباب. هلا نحن طالعين، ماشي ابو طمزه؟ من لبنان بدنا نفوت على السوق هلا. خلي البار يا شفيق. 2 3 3 هدنا على السوق هلا، واسود وريان.